سبع نصائح لمرضى الام اسفل الظهر. النصيحه الاولى ما تشيلش تقيل في وضع خاطئ، لان كل كيلو بتشيله في وضع خاطئ بيساوي 10 كيلو على عضلات ظهرك. النصيحه الثانيه، نام على مرتبه مستويه، ولو هتنام على ظهرك حاول تحط وساده رقيقه تحت ركبتيك. النصيحه الثالثه، لو هتشيل حاجه من الارض احني ركبك وفخدك وما تحنيش ظهرك. النصيحه الرابعه، لما تجلس خلي ظهرك مستقيم ومريع على المسند او الكرسي وما تحنيش ظهرك. النصيحه الخامسه، وانت ماشي ما تحنيش ظهرك، دايما خليه مستقيم وارفع راسك لفوق. النصيحه السادسه، حاول تخفف وزنك على قد ما تقدر، لان ده هيقلل من الالم. النصيحه الاخيره، ما تاخدش مسكنات كتير عشان ما تاذيش كبدك وكليتك، وحاول ان انت تلجأ للحلول الامنه.